المرتب إلى رتبة عقيد المقدم جلول جبل. إلى رتبة مقدم الرائد حسن الزاهي. إلى رتبة رائد نقيب محرز الذهبي. إلى رتبة رائد النقيب عصام العيادي. إلى رتبة نقيب ملازم أول علي بوغانمي. إلى رتبة نقيب ملازم أول رشيد معمر. إلى رتبة ملازم وكيل أول عبد الحميد العبيدي. إلى رتبة ناظر أمن أول ناظر أمن فتحي المناعي. إلى رتبة وكيل أول الوكيل وليد العثماني من الحرس الوطني، كان قد تعرض إلى إصابة لطلق الناري أثناء تأمينه للشريط الحدودي حيث لا يمكنه ارتداء الزي النظامي. إلى رتبة وكيل عريف أول بالقاسم المباركي. إلى رتبة عريف أول العريف سونيا الزايدي. إلى رتبة عريف أول العريف سمية السعيداني. الأوسمة وسام الشرف من الصنف الأول العقيد صابر الخفيفي. محافظ شرطة أول ناجي فرجلة.
ضابط شرطة مساعد شكري الرزقي. مستشار السجون والإصلاح منير بن سير. ناظر أمن أول عبد الرحمن صالح الشابي. ناظر أمن محمد الرحالي. وسام الشرف من الصنف الثاني، مفتش شرطة أول شوقي بن حميدة. عريف أول البحري العويني. عريف أول إيمان حمدي. عريف أول وليد عميد. أنا كم سلاء حك صدر سلاء حك حق سلام خذ اخذ مهرجان العقيد محمد علي بن خالد عمر كاسيه رئيس الجمهوريه.